السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم حبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض تخزين الطماطم أو تفريز الطماطم في الفريزر، هتقعد معاكي من السنة للسنة وهي موجودة في السوق دلوقتي. بصوا شكلها عامل إزاي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل إيه. الطماطم بجيبها زي ما حضراتكم شايفين تكون مليانة كده وجامدة وحلوة وحمراء. بعد ما بجيبها وبغسلها حلو قوي، بجيب الطماطم كده وبعمل لها علامه البلس او الزائد، وبعد كده بحطها في الحله. انا هنا خلصت الكميه كلها، اهم حاجه تغسلي الطماطم حلو قوي. وبعد كده الكميه دي حوالي 4 كيلو بحط عليهم نص كوبايه بس من الميه عشان الطماطم ما تتلساش مني وهي على النار. بعد ما بتغلي بوطي عليها شويه لحد لما بتستوي زي ما حضراتكم شايفين كده والقشره تطلع بسهوله، فبلاقي الميه اللي حضراتكم شفتوها الصفرة دي انا خلاص برميها، بضربها بقى في الخلاط، باخد جزء جزء. بعد ما تبرد خالص ابتدي اضرب في الخلاط. هنا بعد ما ضربت في الخلاط وصفيتها حطيتها في الحله، بقت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. الخطوه اللي جايه بقى ان احنا هنسيبها على النار تفضل تغلي علشان نقدر ان احنا نفرزها وتبقى معانا تعيش من السنه للسنه. هنا فضلت تغلي، بص بقى الحله كانت مليانه، فضلت لحد فين؟ قصرت خالص اهي كده، خلاص هطفي عليها واسيبها لما تبرد خالص. ويلا بينا هنشوف هنقدمها ازاي. بجيب بقى العلب بتاعتي او ممكن اكياس تلاجة وهفضي فيها الطماطم بتاعتي. انا بحطها كده في الدورق بتاع الهاند بلندر ده، بيسهل عليا قوي عن الكبشة او المعلقة ان انا احطها في العلب او في اكياس التلاجة. هنا خلاص خلصت العلب بتاعتي، اللي انا بفضل العلب بصراحة في الفريزر، بتريحني جدا جدا وبتبقى سهل عن الاكياس كمان. زي ما حضراتكم شايفين كده الطماطم، هاتي الكمية اللي انت عايزاها، رخيصة دلوقتي. انا جايبة الكيلو بخمسة جنيه، اكتبولي في التعليقات عندكم بكام. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش لايك وشير، سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا الكل عشان يوصل لكم اشعار بوصفاتي الجديدة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.